مرحبا. النباتات الكريانية أو الكاريات أو الكلوروفيتا من فصيلة النباتات اللي بتتكون من الطحالب الخضراء الموجودة على أسطح الصخور الشاطئية أو بالمياه الراكدة، وبتكون تجمعات كبيرة تحت سطحها مثل مياه البحيرات والبرك. تصنيف الكاريات بيندرج تحته 450 جنس و 7000 نوع مختلف من النباتات، لا سبب يعد أكثر الأنواع تنوعاً مقارنة بأنواع الطحالب الأخرى. وبالرغم من أن الكاريات تشير عادة للطحالب الخضراء، إلا أنه تم العثور على الكلوروفيتا بألوان متعددة من الطحالب مثل الأصفر، الأحمر، البرتقاني وحتى اللون الأسود. نرجع لأخبرتها أصناف عم يكون حار نسبياً وصحو ومستقر بشكل عام، مترافق مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وعم يبقى سديمي حار بالمناطق الشرقية والبادية. درجات الحرارة بعد عم ترتفع حتى عم تصير أعلى من معدلاتها بحوالي 6 إلى 8 درجات مئوية بأغلب المناطق سورية. أما بالنسبة للرياح فعم بتكون متقلبة لجنوبية شرقية، خفيفة لمعتدلة السرعة عم توصل ل 12 كيلومتر بالساعة. أما الرطوبة فعم تتراوح بين 40% و 75%. البحر عم يكون خفيف ارتفاع الموج ودرجة حرارة المي 29 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. عم بيكون صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 17 و 36 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق سورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالسويدة أيضا كفي جو صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم تسجل بمدينة درعا دنيا 18 العليا 37، وبالقنيطرة درجات الحرارة عم توصل لل 31 درجة وطقسنا مكفي صح ومشمس. بالمنطقة الوسطى بحمص وحماة طقسنا مكفي صح ومشمس أيضا، ودرجات الحرارة عم توصل لل 35 درجة بحمص، وبحماة لل 36. أما هلا فرح ننتقل سوا على البحر لنشوف الطقس كيف عم بيكون. بمدينة طرطوس جونا عم بيكون غائم جزئيا، ودرجات الحرارة بالبلدية عم تتراوح بين 23 و 31 درجة. وبلواء اسكندرون الجو عم بيكون صح ومشمس، ودرجات الحرارة عم توصل ل 32. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا عم بيكون صح ومشمس أيضا مثل أغلب المناطق، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 21 و 37 درجة بمدينة حلب. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالمنطقة الشرقية. عم بيكون سديمي حار مثل ما حكينا بالبداية بمدينة الرقة، ودرجات الحرارة عم توصل ل 38 بالحسكة. أما أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم تسجل الدنيا 21، العليا 39 درجة، والطقس مكفي سديمي. هي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انتروني بكرة. باي.